شكرا لكم. اولا احنا اليوم في جمع عام عادي للحسنيه ديال الحسنيه الاتحاد الرياضي لاكادير. اليوم السبب راه قلتو في بدايه الاشغال ديال هذا الجمع العام بان هناك لم يكتمل النصاب، والقانون واضح ملي ما كيكونش عندك النصاب لابد التاجيل، والتاجيل ان شاء الله غيكون هنا من هنا واحد 15 ان شاء الله. شكرا لكم. عندنا 78 حضرات 26 ما كاينش النصاب طبعا. تم تاجيل الجمع العام العادي حسنية أكادير ديال سنه 2021 2022 لعدم اكتمال النصاب القانوني المنخرطين في اصل 77 منخرط مسجل في حسنية أكادير حضر اقل من النصف. اذا بهذا السبب هذا راه يتم تاجيل ديال الجمع العام، وسيتم اعلان تاريخ جديد لجمع العام العادي حسنية أكادير في الايام القليله المقبله ان شاء الله. صحيح انا وثلاثه من الاخوان قدمنا استقاله ديالنا من المكتب المديري للجمعيه ديال حسنية أكادير بسبب بعض المشاكل وبعض التخبطات اللي سقط فيها المكتب الحالي. اذا احنا كنبقاو في شركه رياضيه الحدود اللحظه في انتظار ما ستقوله له الامور ما سيقول له الجمع العام القادم لحسنية أكادير الذي سيكون في الاسابيع المقبله ان شاء الله. نتائج الفريق كما انتم متبعين، نتائج فريق لا ترقى لطموحات لا الجماهير ولا المكتب المسير. نتمنى ان شاء الله اننا نترك الموقف. باقي 21 باقي 19 دوره، يعني كل شيء مازال ملعوب، باقي عندنا ماتش مهم ان شاء الله يوم الجمعه في الدار البيضاء. نتمنى ان شاء الله نجيو نتيجه مشرفه ونرجع الحسنيه لسكه الانتصارات. Sadness.